اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، يا إله العالمين.